خليني اروح لحضراتكم لحاجه تانيه. البرلمان والحكومه بيعلنوا الحرب على الزياده السكانيه باستراتيجيه وقانون جديد. طيب مؤسسات الدوله بدات في وضع ده، خبر موجود معانا النهارده، مؤسسات الدوله بدات في وضع خطه استراتيجيه لايه بقى؟ ان احنا يعني نحدد النمو السكاني، ننظم الاسر، ننظم عدد المواليد في مصر، كل المسميات اللي ممكن حضراتكم تحطوها تحت البند ده. طيب في الشق ده وزارة الصحة خصصت في الموازنة الجديدة 261 مليون جنيه لصالح تنظيم الأسرة، وكمان عندنا مجلس النواب بيستعد لإصدار تشريع جديد، قانون جديد للحد من كثرة الإنجاب. نرجع لوزارة الصحة، وزارة الصحة قالت إيه؟ قالت إن إحنا عندنا لمواجهة الزيادة السكانية من ال 261 مليون جنيه 169 مليون جنيه وشوية هنشتري بيهم وسائل لتنظيم الأسرة ومنع الحمل. طيب وهنصنع بيهم خامات لوسائل منع الحمل في مصر. طيب عندنا 2 مليون جنيه للصرف على العيادات المتنقلة الخاصة بمنع الحمل أو تنظيم الأسرة. الحاجة الثانية 480 ألف جنيه مكافآت تشجيعية مخصصة لمين؟ للناس اللي هتشتغل في نشاط تنظيم الأسرة مقابل حصيلة بيع وسائل منع الحمل. ادي الدايره اللي بتحاول وزاره الصحه تعملها، لكن الشق الاخر متعلق بالبرلمان، خلينا ناخده من ضيفنا عبر الهاتف النائب محمد ابو حامد عضو مجلس النواب. صباح الفل يا سياده النائب. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. سياده النائب خلينا ناخد من حضرتك تفاصيل اكتر بخصوص هذا التشريع المتوقع. يعني اكيد زي ما حضرتك تابعتي في اكتر من مناسبه السيد رئيس الجمهوريه كان اتكلم عن المشكلة السكانية، وكان بيتكلم عن إنها مشكلة بتهدد مستقبل هذا الوطن بصورة كبيرة، وإنها بتلتهم كافة أشكال وصور التنمية اللي الدولة بتتحرك فيها. وطول ما معدلات الزيادة السكانية مستمرة بالشكل اللي هي موجودة عليه، مهما الدولة بذلت من جهود مع الأسف المواطن ما بيشعرش بيها، لأن في الآخر الزيادة السكانية بتلتهم بنكتر بشكل كبير. وفعليا من بدايه دور الانعقاد الثالث اللي موجود في البرلمان الان، كان البرلمان تجاوبا مع هذا التنبيه من الدوله، عقدنا في لجنه التضامن الاسره والاشخاص ذوي الاعاقه مؤتمر كبير ما يشبه جلسه استماع موسعه، حضرها معظم الخبراء اللي شغالين على ملف المشكله السكانيه من سنوات. تمام. وابتدينا نسمع ازاي نقدر نعمل نقطه بدايه لمعالجه حقيقيه للمشكله السكانيه، سواء من ناحيه زياده او خفض زياده معدلات النمو السكاني، او من ناحيه معالجه مشاكل خصائص القوى السكانيه، ومشكله برضو اخرى لها علاقه بتوزيعها او توزيع القوى السكانيه في مصر على كامل مساحه مصر يعني. المهم كان من ضمن الموضوعات الأساسية فيما يخص معالجة زيادة النمو السكاني إنه إحنا بقالنا سنوات طويلة كان عندنا مشكلة في إتاحة وسائل تنظيم الأسرة، الوسائل الطبية، وإنه في مجموعات من المواطنين مقتنعة بفكرة تنظيم الأسرة، لكن كانت المشكلة اللي تخصهم هي إنه مفيش إتاحة فيما يخص وسائل تنظيم الأسرة يعني. تمام. فكان من التوصيات الأولى اللي طلعت من جلسة الاستماع دي إن لازم الدولة تتحرك في إتاحة وسائل تنظيم الأسرة، سواء إتاحتها كأدوية أو كمان تحركها داخل محافظات الجمهورية من خلال العيادات المتنقلة، بحيث إنه توصل لإيدين المواطنين اللي هم فعليا في جزء منهم مقتنع، لكن كانت مشكلته إنه ما بتوصلش ليه أو مش متاح ليه وسائل تنظيم الأسرة. وفعليا الخبر اللي سيادتك قلتيه هو ترجمة عملية لهذه التوصية. ما يخص بقى التشريعات اللي حضرتك أشرت ليها، كان في بعض أفكار طرحت إنه يتم ربط الدعم اللي بتقدمه الدولة للمواطنين وللأسر بالتزام الأسرة بتنظيم النسل، بمعنى إن يبقى في حوافز للأسر الأكثر التزاما بتنظيم النسل، إنهم ياخدوا خدمات أكثر، إنهم الدولة توجه لهم من برامجها سواء للحماية الاجتماعية أو الرعاية الاجتماعية أو الدعم المباشر العيني سلعة أو ما شابه، حوافز
كل ما يبقى فيه التزام بتنظيم الأسرة يعني. كان في بس بعض وجهات نظر بتقول إنه الكلام ده كتشريعات وقوانين ممكن يقابلوا بعض عقبات دستورية. إحنا دلوقتي في لجنة التضامن والأسرة بندرس إزاي نقدر نطلع تشريع يساعد في نفس الهدف ده اللي هو خفض نسبة النمو السكاني، بس من غير ما يكون بيصطدم بمعوقات أو عقبات دستورية، خاصة إن في دول استخدمت الآلية دي، ربط ما تقدمه الدولة من خدمات أو من دعم هتهددوا للأسرة يا فندم كم عيل؟ والله الأفكار اللي تم تناولها إلى الآن بعضها بيتكلم في طفلين، ومن أول الطفل الثالث يبقى فيه كلام في تغير الدعم المقدم ليه، وفي أفكار أخرى اتكلمت على إنه 3 أطفال ومن الطفل الرابع يحصل كده، لكن زي ما قلت لسيادتك إنه يعني في بعض إشكاليات دستورية لها علاقة بعدم التمييز ما بين المواطنين، خاصة مثلا إن لو حضرتك هتطبقي قانون سواء بحوافز أو بعقوبات فيما يخص قضية الدعم، هيبقى عندك إشكالية تمييز، وكمان عندك إشكالية تانية، هل هتطبقي ده بأثر راجعي على اعتبار إن في أسر التزمت من سنوات طويلة، فهل لو أنت هتدي حوافز هتدي بأثر راجعي، ولو هتعملي ما يشبه عقوبات فيما يخص الدعم اللي بتقدميه للمواطنين، غير ان ده في تمييز، وانه انت مثلا يعني على سبيل المثال لو الدوله بتدعم التعليم وجت قالت انه بدايه من الطفل الثالث الدعم المقدم للاسره فيما يخص التعليم مثلا هيقل بنسبه كذا، فطبعا للاسره حضرتك كلها عارفه. ولا المقدم لا ده للطفل ده بس؟ لا ده للطفل ده بس. هنا برضو في اشكاليه ان الدستور بيلزم الدوله انها تتيح التعليم، وانت عندك مشكله في الدوله هي مشكله التسرب من التعليم، ففي اصوات بتقول طب احنا لو عملنا كده، ما هو غالبا لو كانت اسره من الاسر محدود الدخل ممكن جدا ده يؤثر على استمرار الطفل ده اللي هو الطفل الثالث او الرابع بحسب التوجه يعني في العمليه التعليميه، فيبقى يبدو الامر انك كانك بتحاولي تعالجي مشكله من ناحيه لكن بتزودي مشكله من ناحيه ثانيه. يبدو ففي كعقاب على الطفل مش على الأسرة. بس هي الفكره، ما هو الطفل ده في الاخر هو مواطن في الدوله المصريه، لو تسرب من التعليم هيبقى بعد شويه مشكله، عيب على المجتمع برضو. عبء على المجتمع. فهي انا بقول لحضرتك هو موضوع استخدام الحوافز او عقوبات فيما يخص منظومه الخدمات اللي الدوله بتقدمها للمواطنين بعد عدد معين من الاطفال فيها عقبات كتير. احنا بس لو سيادة النائب هقول لحضرتك على حاجة كده، يعني باعتباري بنقل آراء الناس لحضراتكم برضو، وحضرتك بتنقلي وجهة النظر الأخرى، وأنتم المعنيون بالمواطنين يعني بشكل كبير. أعتقد وأتصور يعني إن احنا نشتغل على الشق الخاص بالتوعية، وإن احنا ننمي وعي المواطن بأهمية إن احنا يكون عدد الأسرة قليل حتى نستطيع الاستفادة من الخدمات، يكون له أولوية بشكل كبير عن فكرة فرض العقوبة على المواطن اللي ممكن ما يلتزمش بيها لسبب أو لآخر. أو إن أنا أوجه يعني الكثير من الدعم لتنمية الوعي أكتر ما أوجه الأمر للعقوبة، خاصة إن المجتمع حاليا في الوقت ده قد لا يتحمل الأمور اللي بتطبق في دول أخرى لها ثقافة مختلفة ولها وعي مختلف ولها فكر مختلف. فلما تكون تتكلم عن ألمانيا أو بتكلم عن بريطانيا أو دول بالشكل ده وتقول إن أنت لما تجيب 3 عيال، أنا 3 عيل ده مش هصرف عليه في التعليم ومش هصرف عليه في كذا ومش هتخرج له دعم، فالمجتمع هناك قد يتقبل الحاجة دي لأنه وعيه مختلف أو ثقافته مختلفة. لكن إحنا تربينا إن العيال عزوة، وكبرنا إن العيال عزوة حوالينا، وإن اللي ما خلفش عيل واتنين و10 ده كده ملوش خليفة من بعده، ملوش حد شايل اسمه. فلما تيجي في الوقت ده تخاطب المجتمع وتقول له أنا اللي هيجيب عيلين ويجيب التالت أنا هطلعه بره، مش هيلعب معانا، أو مش هخليه ياخد الدعم، ومش هخليه يتلقى حاجات لتعليم ابنه، والكلام ده قد لا تتقبلها ثقافة المجتمع. فهل من الممكن ان احنا نشتغل على وضع تصور لتنميه وعي المواطنين بهذا الموضوع اكتر ما نشتغل على الشق العقابي؟ هو طبعا في الحقيقه يعني بعد ما المناقشات داخل اللجنه وفي اجتماعاتها بينت انه
في إشكاليات دستورية في فكرة التشريعات المحفزة، سواء بالعقوبة أو بوضع حوافز فيما يخص منظومة الدعم، إن فيها تشريعات دستورية وكمان قصدي عقبات دستورية، وفيها كمان عقبات لها علاقة بواقع المجتمع. فكان اللي حضرتك ذكرتيه ده هو يعني التوجه الغالب، إنه يتم رقم واحد التوسع في التوعية بأهمية تنظيم النسل، وإنه الدولة تتيح الوسائل بمعنى الإتاحة، الإتاحة إن الدواء نفسه يبقى موجود، وكمان إن يبقى فيه وسيلة لتوصيله لكافة ربوع مصر. تمام. الأمر الثاني وده لا يقل أهمية، إحنا المشكلة السكانية مش بس زيادة النمو السكاني، وإنما لها أبعاد أخرى زي تدني خصائص القوى السكانية، يعني لما يكون في قوى سكانية لكن فيها فقر كبير، فيها أمية كبيرة إلى آخر ذلك، ده صح. بيخلي المجتمع ما يستفيدش منه. فإحنا ما يخص مكافحة الزيادة السكانية كمعدل نمو اتكلمنا عن الإتاحة والتوعية، لكن كمان اتكلمنا على إنه القوى البشرية في 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 معظم الدول المتقدمة بتبقى من نقاط القوة، وده مرتبط بس بإن أنت تحسني خصائص القوى السكانية. فإحنا اتكلمنا أكتر إنه إحنا عايزين نشتغل على برامج تقوي خصائص القوى السكانية في مصر، يكون فيها آليات لمكافحة الأمية، آليات لمكافحة المرض، آليات لمكافحة الفقر، فيتحول القوى السكانية بوضعها الحالي من عقبة بتعوق إلى قوة بشرية، إلى بقى يبقى قوة عندنا ثروة. بشرية يعني تساعد في بنى البلد. تمام في حاجة تمام تانية أو ثالثة يعني كان سيادة الرئيس أشار ليها لما كان بيتكلم عن إعادة ترسيم حدود المحافظات، وإن يبقى في توسع عمراني في كافة المحافظات، ديموغرافية جديدة للدولة. بحيث إن أنت إحنا برضو ما زلنا ال 100 مليون مواطن قاعدين بالكتير على 15% من مساحة مصر، وفي 85% من مساحة مصر يعني ما فيهاش سكان، فإحنا برضو جزء كبير من معالجة المشكلة لو إحنا قدرنا من خلال خطط التنمية العمرانية إن إحنا نعيد توزيع مواطنينا على كامل. وده بيحصل من خلال بقى المدن الجديدة والحاجات الجديدة. أنا صحيح. بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك. وأدي خريطة جديدة للدولة بخصوص ملف السكان والنمو السكاني المتزايد. إحنا كتير وبنكتر، لكن في دول الناس فيها كتير وبتكتر، الصين والهند قوة بشرية كبيرة جدا، والأسرة في الهند عندها 10 عيال و13 عيل، والصين كذلك، ولكن عندهم الناس بتشتغل، عندهم الناس بتنتج، عندهم كل واحد عنده مشروعه، العيال الصغيرة بتبقى في المدارس وبتعرف تصنع ألعاب وبتعرف تصنع حاجات، فهم ثقافتهم ثقافة صناعية، ثقافة إنتاجية مختلفة عننا. احنا لحد دلوقتي لسه ثقافتنا الوظيفة ما جات لناش، ليه الدولة ما وظفتناش؟ فين الوظائف؟ احنا معانا دكتوراه وماجستير وما اشتغلناش، احنا معانا خريجين جامعات وما اشتغلناش، احنا كذا. هم ثقافتهم مختلفة عننا، هم ناس بتصنع، هم ناس عندهم الأطفال بتنتج، احنا ناس قاعدين منتظرين وظائف ومنتظرين شغل من الدولة، منتظرين الدولة هتدعم وتوظف وتشغل وتجوز وتربي وتعمل كل الحاجات اللي في الدنيا. فلو احنا غيرنا ثقافتنا وبدأنا نفكر في ثقافة البزنس الخاص أو إن احنا نعمل مشروعاتنا، بجيب لحضراتكم على طول نماذج ناس عملت مشروعات صغيرة جدا كبرت معاها المشروعات دي وبقت حاجة عظيمة وعملوا منها فلوس كتير وقدروا يحققوا نجاحاتهم الخاصة وقدروا يرتبطوا بشكل كويس وقدروا يخلفوا براحتهم ويربوا العيال بقى معاهم فلوس يصرفوا ويدخلوا مدارس خاصة كمان. فنحاول نغير ثقافتنا بإن احنا نروح للمشروعات الخاصة وإن احنا نشتغل على المشروعات الصغيرة، كل واحد مننا يفكر هو معاه كام وممكن يعمل بيهم مشروع شكله إيه، وبالإرادة إن شاء الله ربنا يسهل لنا أمورنا والحياة تكون أفضل كده. خلصت.